بيتكلم على فكرة إنك تعمل أناليسيس لسيركت مكونة من سورس واحد، اللي هي المفروض السيمبل إلكتريك سيركت. المفروض إحنا الشابتر 2 بقى بنبدأ نتكلم، الدايرة بقت معقدة شوية وعايزين نبدأ نعمل إيه لها أناليسيس. فالمفترض إن إحنا هنشتغل، نحاول بقى نشير، نعمل شير للسكرين. بانت كده السلايد قدامكم يا شباب؟ ايوه دكتور بان. طيب تمام. طيب احنا دلوقتي بنتكلم على شابتر 2، او قبل ما نخش شابتر 2 احنا دلوقتي في المحاضرة الثالثة. هاخد بس ريفيو على مسألة على الجزء اللي فات. لو عندنا مسألة بالشكل اللي قدامنا ده، عبارة عن 120 فولت السورس متصلة ب 4 أوم، بعد كده متصلة ب 18 و3 و6 أوم، والمطلوب منك إنك تجيب التيارات في الإيه، في الأول برانشز، التيار الأي إس اللي هو الأي سورس، وتيار الأي واحد والأي اتنين. لو حبينا نحل مسألة زي دي، اول تفكير بيجي لنا عشان نجيب الاي سورس واحنا عندنا فولت السورس، ان احنا لازم نجيب الار توتال او الار ايكوفالنت اللي متصله بالسورس ده، على اعتبار ان احنا نطبق بعد كده قانون اوم، ان في بتساوي اي في ار. هي دي فكره حل اي دايره مكونه من سورس واحد، انك لازم تحولها في الاخر لفولت السورس وار ايكوفالنت، ويبقى الاي بيساوي في على ار الكليه. اول حاجه لما نيجي نفكر نجيب الار الكليه للدايره دي، هنشوف السورس هنا، هنروح من الناحية التانية أبعد ما يكون نقطة عنه، فهلاحظ إن التسعة والتلاتة الاتنين مع بعض سيريز، فيبقى المكافئ لهم المحاضرة تسعة. ما بتتسجلش يا دكتور، تسجيل المحاضرة. في حد سجل، عشان كده أنا مسجلتش. أنا دخلت أسجل لقيت في حد بدأ التسجيل. في حد بدأ التسجيل يا شباب منكم صح؟ أيوة 2017. اه طيب، ما هو في حد بدأ التسجيل خلاص، فمش لازم انا اسجل، هي ظاهره قدامي ريكوردنج هاز ستارت، وما بدخل انا على الاوبشن علشان اعمل ستارت مش ظاهر لي غير ستوب ريكوردنج، فكده المحاضره بتتسجل. ماشي يا شباب. طيب المقاومه 3 و6 ظهرت السلايد قدام كده. ايوه دكتور صح. ماشي، 3 و6 دول سيريز، فهتبقى المقاومة 9 الايكوفالنت، 9 و8 المفروض الاتنين بارل، هيبقى حاصل الضرب اللي هو 18 في 9 على 18 زائد 9، فهتبقى المكافأة بتاعتهم 6. طيب 6 و4 الاتنين مع بعض سيريز، فهيبقى المقاومة المكافأة 10. يبقى إذا لو حضرتك عايز تحسب الآي سورس، هيبقى 120 على 10 هيطلع 12 امبير، يبقى الاي الكلي للدايره دي هيساوي 12 امبير. طب لو عايز تجيب اي واحد او اي اتنين، هتشتغل على قانون الكارنت ديفايدر. قانون الكارنت ديفايدر بيقول ايه؟ بيقول ان تيار الفرع برانش كارنت ايكوال التوتال كارنت مضروب فين؟ في مقاومه الفرع الاخر على مجموع المقاومتين. فانت لو عايز اي واحد، اي واحد هيساوي الاي الكلي مضروب في مقاومه الفرع الاخر اللي هو 9 على مجموع المقاومتين 18 زائد 9. طب لو عايز اي 2، هيبقى المقاومه هيبقى التيار الكلي في مقاومه الفرع الاخر اللي هي 18 على مجموع المقاومتين اللي هي 18 زائد 9، فهتطلع اي 1 واي 2 هيطلع 4 و8. لو لاحظت هتلاقي ان ال 12 اتقسمت بنسبه 4 ل 8 اللي هي 1 ل 2، وهتلاقي المقاومه الاعلى مقاومه هي الأقل في التيار، يعني المقاومة 18 هتلاقي تيارها 4، والمقاومة 9 هتلاقي تيارها 8، وده اللي احنا قلناه المرة اللي فاتت، إن في تناسب عكسي ما بين قيمة المقاومة وقيمة التيار اللي هيمشي فيه. المسألة التانية بيقول لك استخدم current division to find the I node، I node ماشي في البرانش الأخير ده هنا. واستخدم ال voltage division to find the V node، V node ماشي في البرانش هنا. ده كارنت سورس قيمته 8 امبير، عندك متصل مع مقاومه 36 و44، مقاومه 10، مقاومه 40 و10 و30، مقاومه 24. واضح ان الليله دي كلها توازي، بس لازم اخد ال 36 و44 اول سيريس، ولازم اخد ال 40 وال 10 وال 30 دول مع بعض سيريس.
فألاحظ إن 36 و44 80 10 40 و10 30 80 24، يبقى أنت عندك 1 على 80 زائد 1 على 10 زائد 1 على 80 زائد 1 على 24، كل ده بيساوي 1 على R equivalent. لما تحسب الكلام ده هيطلع R equivalent بيساوي 6، يبقى الدائرة هتتحول إلى 8 أمبير و6 أوم. طبعا الفولت اللي على المقاومة 24 هو اللي على المقاومة دي، هو اللي على المقاومة دي، هو اللي على المقاومة دي، هو اللي على الفولت السورس. فبالتالي أنا لما بسطت الدائرة لفولت لكارنت سورس وآر إيكويفالنت، خدت الفولت السورس حطيته على المقاومة الجديدة. ليه؟ لأن الإيكويفالنت ما زال ما بين الاثنين نود دول اللي هو على طرفي الكارنت سورس، فده قيمة الفي. طيب بما إن أنا عندي التيار بيساوي 8 والمقاومة الكلية بتساوي 6، يبقى ممكن أحسب الفي اللي على الأطراف المقاومة اللي هو هيساوي في هتساوي أي في أر اللي هي 6 في 8 48. يبقى أنا كده قدرت أحسب قيمة الفولتز اللي على المقاومة اللي على المقاومة الستة واللي على الكارنت سورس بين أطرافه 48 فولت. من غير ما أفكر ال 48 فولت هي اللي على البرانش ده، هي اللي على البرانش ده، هي اللي على البرانش ده، هي على البرانش ال 24. وبالتالي يبقى انا ممكن احسب الاي نود ان انا اقسم ال 48 على ال 24 فيطلع 2 امبير. طيب بما ان الفولتج انت بتقول ان على البرانش ده 48، يبقى ده الجهد الكلي. لو انا عايز جهد البرانش ال 30 بس، هيبقى الجهد الفرع بيساوي الجهد الكلي مضروب في مقاومه نفس الفرع على مجموع المقاومات كلها اللي هي 30 على 40 زائد 10 زائد 30، في الجهد الكلي يطلع الفي نود اللي هو 18. يبقى المثالين دول بيوضح لنا فكره الكرنت سورس والفولت سوري الكرنت ديفايدر والفولتج ديفايدر. ده الخاص بشابتر 1. شابتر 1 بيختص دائما نعمل اناليسيز للدوائر اللي بتحتوي على مصدر واحد فقط او ما يطلق عليها السيمبل الكتريك سيركت. طيب لو بدات الدائره تتعقد شويه، ده بيدخلنا على شابتر 2 اللي هو تكنيكس اوف دي سي سيركت اناليسيس. ايه هي التكنيكس المختلفه علشان اعمل اناليسيس لدي سي سيركت؟ امتى ببدا اعمل او افكر في الاناليسيس ده؟ قالك تبدا تفكر في الاناليسيس ده لما تلاقي الدائره فيها اكتر من مصدر، فيها اكتر من مصدر جهد، فيها اكتر من مصدر تيار، فيها مصدر جهد ومصدر تيار وهكذا. اول ما بتلاقي الدائره فيها اكتر من مصدر، ما ينفعش بقى السيريز والبرل بتقدر تعمله، فبتبدا تفكر في النظريات. اول نظريه اسمها النوت فولتج تكنيك او نوت فولتج ميثود، تاني طريقه اسمها المش كارنت تكنيك، تالت طريقه اسمها السورس ترانسفورميشن تكنيك، رابع طريقه اسمها السيفنن سيرمز، خامس طريقه اسمها نورتون سيرم، سادس طريقه اسمها السوبر بوزيشن سيرم. دول ست نظريات ان انا من خلالهم بقدر اعمل اناليسز لاول دايره. المفروض احنا كل محاضره هناخد اثنين. المحاضرة الأولانية دي هناخد فيها النوت فولتج ميثود والمش كارنت ميثود. أول حاجة اللي هي طريقة النوت فولتج ميثود، واضحة قدامكم الطريقة يا باشمهندسين؟ نوت فولتج تكنيك. أول حاجة عشان نبدأ نتكلم على النوت فولتج تكنيك، محتاج أعرف يعني إيه اسينشال نوت، يعني إيه اسينشال برانش. اسينشال نوت دي كنا اتكلمنا عليها المرة اللي فاتت لو تفتكروا، وقلنا هي أي نود يتصل بها أكتر من عنصرين. بمعنى يعني نقطة A دي نود وليست essential نود، لأن بينها عنصرين اتنين بس، إنما نقطة B يطلق عليها essential نود. يبقى إذن اللي باللون الأحمر اللي هي البي والسي والإي والجي هي دي essential نود اللي هي نقطة اتصال أكتر من عنصرين. طيب إيه الاسينشال برانش؟ essential branch ده نعم اتفضل. ده اللي احنا خدناه المره اللي فاتت صح؟ لا انا قلت المره اللي فاتت بقوله تاني عشان هدخل على النظريه، بس باكد على فكره. لكن انا قلت essential node المره اللي فاتت ماشي. طب essential branch تمام يا دكتور ماشي. احنا اتكلمنا على البرانش المره اللي فاتت، قلنا ان البرانش ده اللي هو النقطه بين اللي هو العنصر اللي موجود بين نقطتين اتصال بين اتنين نودز. طب الاسينشال برانش قال لك لا، ده المسار اللي موجود بين اتنين اسينشال نود. يعني اما اجي اقول ان بي ايه وقف، لا ده مش اسينشال برانش، لكن اقدر اقول البي ايه سي ماشي.
ده يعتبر essential branch. او ال BEDC ده essential branch ماشي. او ال BG ده essential branch. او ال EG ده essential branch. او GFC ده essential branch. يعني عايز تقول ايه؟ عايز اقول ان انت الدائرة ال essential node بتحددهم الاول، وهي دي النقط اللي بيتصل بها اكتر من عنصرين. ما يتم اتصاله من عناصر ما بين essential node و essential node تانية، ده بنسميه essential branch. طب ده هيفرق معايا في ايه؟ هيفرق معايا في ايه؟ في حاجة معينة هنتكلم عليها كمان شوية. اول حاجة النظرية دي بتقوم على ايه؟ النظرية دي بتقولك انت بتجيب الدايرة وبتقوم عامل assign للessential node. يعني ايه؟ بتيجي دايرة زي اللي قدامنا دي، تشوف الessential node بتاعها، بتلاحظ ان هما ثلاثة essential node في الدائرة اللي قدامنا. يعني نود هنا ونود هنا ونود هنا. النود دي طبعا هي والنود دي مش essential. يبقى اول حاجة بتسلكت الessential node وبتassign الessential node، يعني بتديها تقييم. تاني خطوة بتختار واحدة منهم تكون reference node ويكون جهدها zero. يفضل وليس لا مش 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 لازم، يعني عملت غير كده مش غلط، بس طبعا عشان تسهل على نفسك في الحل، يفضل انها تاخد النقطة المتصلة اكبر عدد من البرانشات وتخليها هي دي الريفرنس بتاعتك. يعني دي متصلة بثلاثة، دي متصلة بثلاثة، دي متصلة بواحد اثنين ثلاثة اربعة. يبقى هاخد النقطة دي واسميها ريفرنس نود واسميها في نود، ويكون الجهد عندها بزيرو. بعد كده هروح عند كل essential نود وافترض ان الطيارات خارجة، وابدأ اطبق كيرشوف كارنت لو اللي هو سمشن الطيارات الخارجة يساوي زيرو. طيب عايز عند الاسينشال نود الاولانية دي الطيارات الخارجة هتساوي ايه؟ الطيار اللي ماشي هنا هو اكيد V1 ناقص V2 على RC، هو جهد اعلى الجهد اقل. انا بفترض ده كل ده فرض. البرانش الطيار اللي ماشي في البرانش ده V1 ماينس V نود على RA. طيب الطيار اللي ماشي في البرانش ده هو اكيد V1 راس السهم خارجة من سالب البطارية تبقى سالب VA ماينس V نود على RA. طبعا V نود انا ما بحطوش لان هو بزيرو، فبالتالي يطلع المعادلة بتاع النود الاولانية V1 ماينس VA على RA بلس V1 على RB بلس V1 ماينس V2 على RC ايكوال زيرو. دي المعادلة بتاع النود الاولانية. طب لو جينا نطبق كيرشوف كارنت لو عند النود التاني، هفترض برضو ان الطيارات خارجة من النود، هيبقى V1 ماينس V1 على RC. خلي بالكم ان انا بمشي على الاسينشال برانشز، يعني بفضل ماشي لحد ما قابل الاسينشال نود. V2 ماينس V نود على RD. V2 خارج من موجب البطارية يبقى زائد VB على RE. طبعا هو المفروض V2 زائد VB ماينس V نود. ماشي؟ طبعا انا دلوقتي ما بفضل ماشي لحد ما قابل الاسينشال نود، فبالتالي بيكون المعادله بتاع الاسينشال نود الثانيه v2 ماينس v1 على rc بلس v2 اوفر rd بلس v2 بلس vb اوفر re ايكوال 0. حد عنده مشكله يا شباب؟ ها يا شباب؟ تمام يا دكتور. الطريقه ثلاث خطوات. اول حاجه بشوف عدد الاسينشال نود وبرقمها. ثاني حاجه بختار واحده منهم تكون ريفرنس، وعاده يفضل اللي يكون اكثر النقاط اتصالا بالاسينشال برانشز. ثالث خطوه بعمل كيرشوف كارنت لو كل اسينشال نود بفرض ان الطيارات خارجه من الاسينشال نود. بالتالي بلاقي عندي معادلتين في مجهولين. المعادلتين في مجهولين لو حليتهم قدرت اعرف جهد واحد وجهد اثنين وجهد زيرو ده بزيرو. واحد يقول لي هل فعليا في نود هي بزيرو؟ لا مش لازم، بس على الاقل انا عرفت في واحد وفي نود، فاقدر اقول ان فرق الجهد على المقاومه بي ار بي في واحد ماينس في نود. طب نفترض في واحد طلعت بالسالب، يبقى اكيد اتجاه التيار طالع من تحت لفوق. طب في اثنين طلعت موجب، مش فارق بقى معايا، الاشارات اللي هتطلع هي دي اللي هتصحح لي الفرض اللي انا حاطه. فناخد مثال يوضح الكلام ده. دايره زي اللي قدامنا دي، فولت السورس قاوم ار 1 5 اوم 1 اوم 5 اوم 2 اوم 10 اوم كارنت سورس 2 امبير. لو جينا نشوف الاسينشال نود اللي موجوده في الدايره دي،
هنلاقي هنا دي واحدة، هنا دي التانية، وتحت كله essential نون. هاخد النقطة اللي تحت هسميها الفي نون، وهسمي دي في واحد، وهسمي دي في اتنين. يبقى دي أول خطوة أصين الاسينشال نود. تاني خطوة اخترت واحدة ريفرنس. تالت خطوة إن أنا هعمل عند كل نود كير شوف كارنت لو. هاجي عند النود دي هتبقى في واحد ماينس 10 مقسومة على واحد، في واحد على خمسة، في واحد ماينس في تو على اتنين. كل الكلام ده بيساوي زيرو. هتلاقي دي المعادلة رقم واحد. المعادلة رقم اتنين في نود ماينس في واحد في تو ماينس في واحد على اتنين، في اتنين على عشرة. هنا انا عندي طيار جاهز على طول، بس انا الفرض بتاعي بيقول ان الطيار دايما خارج، فالطيار هنا هيبقى بسالب اتنين، فيبقى اتنين في اتنين ماينس في وان على اتنين زائد في اتنين على عشرة ناقص اتنين يساوي زيرو. في مشكلة كده في المعادلتين؟ يا شباب تمام يا دكتور تمام ماشي. المعادلة الأولانية عايزين نبسطها، نعمل ايه؟ هنضرب في 10، هتبقى 10 هنا، وهنا 10 على 5 هيبقى فيه 2، وهنا 10 على 2 يبقى 5. فهتطلع لك المعادلة 1 دي هتتحول للمعادلة رقم 3، هتبقى في 1 وفي 2 وسالب 100. وهاجي على المعادلة 2 هضرب في 10 برضه، هتبقى 10 في 2 هنا على 2 يفضل 5، وهنا هتبقى 10 على 10 ب 1، وهنا 10 في 2 هتبقى ب 20. ماشي يا شباب؟ وتبدا تبقى المعادله رقم 4. ماشي، من معادله 1 والمعادله 4 مع بعض هتبدا تحلهم مع بعض، هتطلع قيمه في 1 وفي 2. طبعا راجعوا الارقام دي، ممكن يبقى في خطا. انا اعتقد ان ممكن يبقى في خطا في المعادله دي، لان المفروض دي تبقى 20 مش 40. فهنرجعها ايه واحده واحده كده حلوها. المهم هتطلع قيمه في 1 و2. انا عايز ااكد على فكره واحده. ايه هي الفكره بقى او الملاحظه الاولانيه؟ ان عدد الاسينشال نود في المساله دي كان كام؟ كان 3، ومع ذلك تطلع عندك كام معادله في الاخر؟ 2. يبقى تقدر تطلع بالملاحظه الاولانيه ان number of equation equal number of essential node minus 1. يبقى انت بمجرد النظر للدايره بتاعتك تقدر تقول عدد المعادلات المتوقع هتحلها قد ايه. ماشي ماشي يا شباب. ها الملاحظه الاولانيه دي واضحه؟ تمام يا دكتور. طيب نخش على الملاحظه الثانيه. لو وصلنا الفولت السورس مباشره مع الاسينشال نود، مش انا اللي وصلت، هي ظروف الدايره كانت كده، يعني دايره بالشكل اللي قدامنا ده، هاجي انقي الاسينشال نود هتبقى واحد واثنين وده الريفرنس. هاجي الاحظ اول حاجه ان الاسينشال نود هنا الواحد دي لما اجي اكتب معادلتها الاقيني مش محتاج اكتب معادله. ليه؟ لان في واحد ماينس في زيرو هيساوي المية، لان فرق الجهد بين النقطه واحد والنقطه زيرو ب 100، والنقطه زيرو جهدها زيرو، يبقى جهد واحد ب 100. يبقى هتلاحظ ان في واحد هتساوي ايه؟ 100. وتكتب معادله في 2 عادي، اللي هي في 2 ماينس في 1 على 10، في 2 على 50 ناقص 5، فهتبقى دي المعادله الثانيه. هتلاحظ وجود اتصال الفولت السورس مباشره بالاسينشال نود قلل لك عدد المعادلات. علشان كده يجي يقول لك الملاحظه الثانيه بقى، لو انت عندك فولت السورس متصل مباشره باسينشال نود ومتصل بريفرنس نود، يعني انت خدته باسينشال نود مع ريفرنس نود مباشره، جهد الاسينشال نود دي هيبقى هو جهد المصدر. ماشي، وبالتالي عدد المعادلات عندك هتقل واحد. يبقى انت هنا لما تيجي تبص على المساله دي، اول حاجه هتقول دول عدد المعادلات، دول عدد الاسينشال نود 1 1 2 3، يبقى عدد المعادلات 2. وعندك مصدر متصل مباشره بالاسينشال نود، يبقى المعادلات كمان هتقل واحد. يبقى انت متوقع يطلع لك المساله دي تحل في معادله واحده. طب ليه انا بقول الكلام ده؟ لان انا المفترض ان انا هحدد الطريقه من الست طرق اللي انا قلتهم في اول المحاضره. هحدد الطريقه، فتحديد الطريقه بيبقى بناء على ايه؟ على عدد المعادلات. يبقى انا المفروض بمجرد النظر للمساله اول ما اشوفها اقدر اقول والله الطريقه الفلانيه دي هتطلع لي كام معادله، وبناء عليها اشتغل بيها او ما اشتغلش. ثالث نقطه، هم ليه مش 4 نود 3 بس اللي 3 اظن؟ يعني ما خدناش دي تبقى اسينشال نود اللي انا مشاور عليها. اه
ايوه تمام. ما احنا اتفقنا ان دي سلكه ودي سلكه ودي سلكه، فدي كانهم نود واحد يعني. اه ماشي، عشان متصلين ببعض. مفيش برانش يعني. مفيش مقاومه، مفيش مصدر جوه، مفيش عنصر. تمام ماشي. طيب المثال الثالث عشان نطلع بالملاحظه الثالثه، هنلاقي دايره بالشكل اللي قدامنا ده. اللي انا هلاحظه اول ما ابص للدايره دي، ادي اسينشال نود اهي، وادي اسينشال نود اهي، وادي اسينشال نود اهي، ودول كلهم اسينشال نود. فانا عندي اربعه اسينشال نود، يبقى متوقع يطلع لي ثلاث معادلات. ده اول طلع. تاني حاجه انا عندي هنا الملاحظه الثانيه موجوده، ان في مصدر متصل اتصال مباشر، يبقى الثلاث معادلات دول هيبقوا معادلتين، صح؟ الملاحظه بقى اللي انا لاحظتها هنا، ان لقيت في تاني الحته دي يا دكتور معلش. ادي اسينشال نود واحد اثنين ثلاثة، ودول كلهم واحدة بقت أربعة. يبقى أنا كده عندي ثلاث معادلات. الملاحظة الأولانية بتقول لي عدد الاسينشال نود ناقص واحد يساوي عدد المعادلات، يبقى أربعة ناقص واحد يبقى ثلاثة، يبقى عندي ثلاث معادلات. دي الملاحظة الأولانية. الملاحظة الثانية بتقول لي لو عندك مصدر جهد متصل اتصال مباشر باسينشال نود، المعادلات بتقل واحد، لأن بيبقى جهد الاسينشال نود دي بنفس جهد المصدر، فيبقى الثلاث معادلات هيقلوا يبقوا معادلتين. يبقى أنا متوقع إن لما أجي أحل المسألة دي هيبقى عندي معادلتين اثنين بس. ماشي. الملاحظه الثالثه بقى، ان انا لقيت مصدر جهد متصل بين اثنين اسينشال نود، قال لك ده بيطلق عليه اسم سوبر نود، لانك انت مباشره لو سميت دي نقطه نود اثنين، زي انا سميت دي واحد وسميت دي اثنين وسميت دي ثلاثه اهو، اقدر من غير ما افكر اقول ان في 3 ناقص في 2 تساوي 20. انا قلت ليه في 3؟ لان في 3 متصله بموجب البطاريه، وفي 2 بسالب البطاريه، فموجب البطاريه ناقص سالب البطاريه يساوي قيمه البطاريه، يبقى في 3 ناقص في 2 هيساوي 20. ماشي. دي اول ما اشوف المساله كده. وطبعا انا سميت دي في 1 بايه؟ ب 50. يبقى انا اول حاجه السينشال نود 1 قلت في 1 هتساوي 50. يبقى انا اول ما بصيت للمساله حددت الاسينشال نود، رقمتهم، اخترت الريفرنس، رقمت دي 1 ودي 2 ودي 3 وحطيت دي ريفرنس، وعملت الشكل اللي قدامي ده عشان افكر نفسي ان دي اسمها سوبر نود. جيت على نود واحد كتبت المعادله بتاعتها ان في واحد هتساوي 50. جيت على نود 2 و3 دي هيبقى لها وضع مختلف. ايه هو بقى؟ قال لك انت لو رحت على في 2 دي او الاسينشال نود 2 دي وكتبت لها تيار خارج من هنا وتيار خارج من هنا وتيار خارج من هنا، هتكتب معادله. ماشي. بس هيبقى فيها مجهول اللي هو قيمه التيار اللي ماشي هنا. وما تيجي الاسينشال نود 3 تكتب لها المعادله بتاعتها، هتكتب معادله وهيبقى فيها مجهول التيار اللي ماشي هنا، والتيار اللي ماشي هنا هو سالب التيار اللي ماشي هنا، فهترجع تدمج المعادلتين دول في بعض وتخليهم معادله واحده. طب ما انا من الاول اعتبر دي كانها نود واحده وادمجهم في بعض. طب ازاي؟ قال لك هنقف هنا. التيار اللي ماشي هنا كام؟ في 2 ناقص في 1 على 5. حلو. التيار اللي ماشي هنا كام؟ في 2 ناقص في نود على 50. حلو. ولا كان عارف الشيخ ده، اتنقل على 3 على طول. في 3 ناقص في نود على 100. التيار اللي ماشي هنا سالب 4. وادمج دي في معادله واحده، وعشان كده انا شلت السورس ده وحطيت عليه داش ده عشان اقول كما لو كانت 2 و3 دي اسينشال نود واحده. جبت معادله عن طريق في 3 ناقص في 2 تساوي 20، والمعادله الثانيه ان انا اشتغلت كانها نود واحده. فهلاقي ان انا في الاخر طلعت معادلتين في مجهولين يتحلوا على طول. اقول تاني شباب، الملاحظه الثالثه لو عندنا سوبر نود، ايه السوبر نود دي؟ عندنا اتنين اسينشال نود متصلين بمصدر، بشيل المصدر ده وبكتب المعادله الاولانيه جهد البطاريه ناقص سالب البطاريه بتساوي قيمه البطاريه. دي المعادله الاولانيه. المعادله الثانيه بدمج الاتنين اسينشال نود كما لو كانوا نود واحده واشتغل على البرانشات اللي فاضله واكتب معادله، تبقى دي المعادله الثانيه. طيب السؤال بقى هنا، هي وفرت معادلات؟ لا، هي ما وفرتش معادلات، بس هي بدل ما انا كنت سميت هنا تيار اسمه اي وهنا سالب اي ورجعت عوضت في المعادلتين عشان اطلع معادله، لا طلعت المعادله على طول مره واحده بس. هي تسهيل في الخطوات، لكن هي لن تؤثر على عدد المعادلات برضه. هما معادلتين، هما اتنين اسينشال نود هيطلعوا لي معادلتين، معادله من موجب البطاريه ناقص سالب البطاريه يساوي قيمه البطاريه، والمعادله الثانيه ان انا ادمج الاثنين اسينشال نود واخليهم نود واحده واتعامل على هذا الاساس. حد له سؤال يا شباب؟
دكتور معلش المعادلة الثانية ايه؟ المعادلة الثانية مش فاهم ازاي جت 20. انا اعتبرت 2 و 3 دي كما لو كانوا نود واحد ماشي؟ تفترض ان الطيارات خارجة منها، خارجة في 5 وخارجة في 50 وخارجة في 100 وخارجة في السورس اللي اسمه 4 صح؟ هتبدأ تكتب معادلتك كيف؟ شوف كارنت لو. اول حاجة في 2 ناقص في 1 على 5، في 2 ناقص في نود على 50. لما تيجي بقى الناحية التانية ما تقولش في 2 هتقول 3، في 3 ناقص في نود على 100 وسالب 4، يبقى دي معادلة واحدة لأن 2 و 3 دول كما لو كانوا نود واحدة بس. تمام يا دكتور. هتعوض لو لاحظت هتلاقي المعادلة كلها مجهول 2 و 3، في 2 وفي 3 لأن في واحد معروفة، هتقدر تجيب في 2 وفي 3. ماشي يا شباب؟ يبقى دول الثلاث ملاحظات اللي موجودين في الايه، في النود فولتج ميثود او طريقه النود فولتج ميثود. عباره عن ايه؟ اول حاجه بتعين الاسينشال نود، بترقمها، بتختار واحده منهم ريفرنس ويفضل تكون الاكثر اتصالا بالاسينشال برانشز. بعد كده بتكتب كيرشوف كارنت لو عند كل اسينشال نود مع فرط ان الطيارات خارجه. اول ملاحظه لاحظناها ان عدد المعادلات بيساوي عدد الاسينشال نود ناقص واحد. تاني ملاحظه لو وجدنا بطاريه متصله اتصال مباشر بالاسينشال نود وبالريفرنس بيبقى جهد الاسينشال نود هو جهد البطاريه. ثالث ملاحظه ان لو وجدنا مصدر جهد متصل باثنين اسينشال نود بنكتب معادلتين، المعادله الاولانيه جهد البطاريه ناقص سالب البطاريه على بتساوي سوري موجب ناقص السالب بيساوي جهد البطاريه. الملاحظه الثانيه او المعادله الثانيه ان احنا بندمج الاثنين نود مع بعض وبنكتب معادلتنا كما لو كانت نود واحدة. ماشي يا شباب؟ الطريقة دي مهمة جدا 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 ودي تقريبا اللي بنحل بيها 90% من المسائل. طيب دي تمارين نفكر فيها كده مع بعض. لو احنا عايزين نجيب النود فولتج للطريقة زي دي، عدد المعادلات في الدائرة اللي قدامنا دي كم معادلة هتطلع؟ معادلتين. ثلاثة يا دكتور. أول حاجة معادلة واحدة يا دكتور. معادلة واحدة. طب سؤال، عندك كم essential node؟ 2 في 3. 3؟ تحت دي أكيد واحدة هتبقى reference وفي واحدة هنا وواحدة هنا، فأنت عندك 3 essential node يبقى عدد المعادلات 2. هنا أنت عندك عندك فولت السورس متصل بالسينشال نود يبقى واحد، يبقى واحد واحد. ما عندكش السؤال هنا لو انت هتختار الريفرنس تحت هنا يبقى انت عندك السينشال نود هنا والسينشال نود هنا، يبقى دي ما يطلق عليها سوبر نود وهتطلع لك معادلتين. طب انا طلعت ناصح حبتين ورحت واخد الريفرنس فوق هنا، تطلع لي كم معادله بقى في الحاله دي؟ واحده بقى، واحده بس. يبقى اللي قال واحده صح واللي قال اتنين صح، لان اختيارك للريفرنس، وعشان كده انا قلت لكم يفضل انك تختار الريفرنس اكثر اتصال عنصر. طب واحد يقول لي هو ده اكثر اتصال، ما انت لو جيت عديت تحت ادي واحد اتنين تلاته اربعه، طب والاسينشال نود دي كم عنصر متصل بيها؟ أربعة. والإسينشال نود دي كم عنصر متصل بيها؟ أربعة. فالتلاتة إسينشال نود ينفع يبقوا ريفرنس. يبقى الذكاء أو الاختصار في الحل بتاعي إن أنا أختار سالب البطارية هو الريفرنس، يبقى دي جهد الزيرو ودي نقطة واحد ودي نقطة اتنين. طب واحد جاش اختار دي واحد واختار دي اتنين، ما أقدرش أقول له غلط بس هياخد وقت أطول في الحل. ماشي يا شباب؟ واضحة كده؟ هنحاول نحل الحاجات دي ونحتفظ بيها. زي ما اتفقنا ان انا ممكن اجي اطلب ريبورت، الريبورت ده هيبقى عباره عن المسائل اللي انا سايبها مش محلوله في المحاضرات. انت معاك وقت كافي انك تحلها. انا عايزك ما نخلص محاضره تحلها مره لو حطيت الريفرنس نود تحت ومره لو حطيت الريفرنس نود هنا. تشوف شكل مره طلعت لك معادله واحده ومره شوف الحل ده هياخد وقت قد ايه والحل ده هياخد وقت قد ايه. ماشي يا شباب؟ طيب الدائره الثانيه دي عايز تسال حاجه؟ لو احنا خدنا الريفرنس تحت اه تمام،
كده مش مفروض يبقى معنا معادلة واحدة؟ لا، هيبقى عندك معادلتين، معادلة موجب البطارية ناقص سالب البطارية تساوي 2، والمعادلة التانية انك هتدمج الاثنين دول. انا قلت لك ان السوبر نود ما بتقللش عدد المعادلات، انا بسهل لك الحل. انا افتكرت المعادلة اللي هي بتاعت البطارية ما بتتحسبش. لا لا لا، ما دي معادلة بس هي معادلة سهلة. ليه بقى؟ لانك انا لما اقول لك في 2 ناقص في 1 تساوي 2، فانت ممكن تروح للمعادله الثانيه تحط 2 بدايه 1 وتخلص بالظبط كده، فهي في الاخر هتقص على معادله واحده برضو. تمام ماشي. ما انا عايزك تجرب بايدك عشان تحس الفرق بس مش اكتر. هي في الاخر على فكره كلها زي بعضها، يعني مش هتفرق قوي يعني، يعني مسائل بسيطه اللي بيحصل فيها فروق قوي. طيب المساله اللي جنبها دي، عدد الاسينشال نود كام؟ أربعة. يبقى كم معادلة؟ ثلاثة. المفروض ثلاثة. اثنين يا رب. ها؟ اثنين ولا ثلاثة؟ على حسب احنا هناخد الريفرنس. والله أي ريفرنس نود هتاخدها لازم هتقلل المعادلات. صح؟ ما انت لو خدت الريفرنس نود دي هيبقى جهد دي 5، لو خدت الريفرنس نود دي هيبقى جهد دي سالب 5. اصل خلي بالك دي متصله باثنين اسينشال نود ودي متصله باثنين اسينشال نود، فانت هتاخد يا دي ريفرنس يا دي ريفرنس يا دي ريفرنس يا دي ريفرنس. ما حضرتك حاسبهم في وسط المعادلات زي ما عملنا في اللي فات. لا، انت دلوقتي هم 4 اسينشال نود. حلو، تمام. عدد المعادلات هيبقى 3 صح؟ تمام. انت اي اختيار لك هيؤدي دايما ان يبقى عندك النوت التانية. طب ما لو قلنا مثلا ان في واحدة بتساوي 10 ولا واحدة بتساوي 5 بنحسبها معادلة برضو. لا، ما هي مش معادلة يا باشمهندس. هو انا ما اقول لك في واحد تساوي 10 دي معادلة؟ تمام، ما تعتبرش معادلة. يبقى عدد النودز هنا، او سوري، عدد المعادلات هنا هيبقى 2 دايما. ماشي. طبعا حكايه عدد المعادلات 2 و3 هي مش هتفرق، انا مش بقيمك على ده، انا بديك الطريقه اللي المفروض اول ما تشوف المساله هتمسك القلم الرصاص وتكتب في الهوامش كده يا ترى هتطلع ليه بقى. لان لما نيجي نشتغل حالا الطريقه الثانيه هتطلع عدد معادلات. هاجي اديك المساله، انا ما حددتلكش النظريه اللي تشتغل بيها، هتقارن على اساس عدد المعادلات. فلازم قبل ما تبتدي حل في الهامش كده على الورقه تبدا تقول والله دي الطريقه دي هتطلع لي 3 معادلات، الطريقه دي هتطلع لي معادلتين، فانا هشتغل على الطريقه اللي هتطلع لي معادلتين احسن. ماشي كده. كده موضوع النود فولتج ميثود واضح يا شباب؟ يا شباب تمام. النظريه الثانيه بقى اسمها الميش كارنت ميثود. ايه الميش كارنت تكنيك مثلا؟ يعني ايه؟ قالك اول حاجه لازم نعرف يعني ايه لوب ويعني ايه مش. اتكلمنا احنا المره اللي فاتت على الكلام ده، قلنا ان اللوب هي اي كلوزد باث اوف ذا نتورك، اي مسار مغلق في النتورك. يعني النتورك اللي قدامنا دي ال A B E D C ده لوب، وال A B G F C ده لوب. حلو الكلام. طيب وال A B E G F C D ده لوب. يعني انت ده دي لوب ودي لوب ودي لوب والاثنين مع بعض دول لوب، ودي مع دي لوب ودي مع دي لوب، وكل ده لوب. طيب المش بقى، ودي اللي تهمني انا، يعني الدايره دي فيها 7 لوب. طب فيها كم مش؟ قال لك المش هي لوب ليس بداخلها لوب اخرى. فهتلاحظ هنا دي لوب لوحدها، سوري دي مش ودي مش ودي مش، فالدائره دي فيها 7 لوب لكن فيها 3 مش. ماشي. طب دي تفرق معايا في ايه؟ لان النظريه قايمه على كده. النظريه بتقول لك ايه؟ بتقول لك انت هناك كنت بتقصين الاسينشال نود، هنا هتقصين المش. هتقصين المش ازاي؟ انك هتفترض مرور طيار فيها في اقصى عقارب الساعه. يعني ادي مش وادي مش، هفترض في كل واحده طيار اسمه اي 1 هنا واسمه اي 2. يفضل ان الاثنين يبقوا في نفس الاتجاه وعكس العقارب الساعه. عايز تغير مش هقدر اقول لك لا، بس انا بتكلم هنا عشان نثبت المعادلات.
بعد كده هتروح لكل مش وتكتب كيرشوف فولتج لو. ايه كيرشوف فولتج لو؟ اللي هو كان سميشن الفي بيساوي سميشن الاي في الار. فانت لما تيجي هنا لمش واحد عايزين نكتب كيرشوف فولتج لو، راس السهم خارج منين؟ من موجب البطاريه، هيبقى في واحد يساوي ار واحد في طياره، ار واحد في اي واحد، ار ثلاثه في طياره. لو لاحظت هتلاقي اي واحد ماينس اي اثنين. طبعا سعادتك لو مشيت بالفرض اللي انا قلته انك هتحط الطيارات كلها في اتجاه عكس عقارب الساعه، يبقى دايما اي برانش مشترك هيبقى اي البران اي المش مطروح من المش البعيد. يعني ار 2 ار 3 ده هتلاقي مضروب اي 1 ناقص اي 2 دايما. لكن لو انت فارض ده في اتجاه مختلف هيتجمع. فعشان كده انا بقول من الاول نثبت القاعده. نثبت القاعده ازاي؟ ان احنا هنروح نقصين المشز، نفرض طيارات في كل المشز عكس عقارب الساعه ونسميها اي 1 واي 2 واي 3 وهكذا. بعد كده نعمل الكيرشوف فولتج لو. اما نيجي نعيد ترتيب الدائره بقى، الاحظ ان ار 1 مضروبه في اي 1 وار 3 مضروبه في ار 1، فهتبقى ار 1 زائد ار 3 في اي 1 ماينس اي ار 3 في اي 2 تساوي في. كما لو كنت ضربت تيار المش في مقاومات المش، يعني ضربت ار 1 في ار 1 زائد ار 3 وطرحت البرانش المشترك من تيار المش البعيده اللي هو ناقص ار 3 في اي 2. اقول تاني كيرشوف فولتج لو بعد ما بسطها، بس فرض ان انا فارض الطيارات كلها في اتجاه عكس عقارب الساعه، بلاحظ ان بتساوي سميشن الفولت السورس بيساوي تيار المش مضروب في مقاومات نفس المش ناقص مقاومه المش البعيده مضروبه في التيار بتاعها. لما نيجي نطبق في مش 2 هنا، مش 2 الفولت السورس بالسالب ولا بالموجب؟ بالسالب، لان راس السهم خارج من سالب البطاريه. هلاحظ ان المفروض هيبقى اي 2 مضروب في ار 3 زائد ار 2 وار 3 مطروحه من ار 1. جايه منين؟ جايه ان انا ضربت كل تيار في المقاومه اللي هو ار 3 في اي 2 زائد ار 2 في اي 2، بس ار 3 مش في اي 2، ده في اي 2 ناقص اي 1. الله، طب ما انت في المش دي كنت بتقول اي 1 ناقص اي 2. ايوه، ما انا بغلب دايما تيار المش اللي انا فيه. فعشان كده هتبقى ار 2 مضروبه في اي 2 زائد ار 3 مضروبه في اي 2 ماينس اي 1 يساوي ماينس في 2. لو قعدت ترتيب العمليه دي هتبقى ماينس ار 3 في اي 1 زائد ار 2 زائد ار 3 في اي 2 يساوي ماينس في اللي انا قلته، اللي هو مجموع مقاومات المش مضروبه في تيار المش ناقص البرانش المشترك في تيار المش البعيد. طبعا لو لاحظتم المعادلتين دول، ان دول معادلتين في مجهولين اللي هم قيمتهم اي 1 واي 2، تقدروا تحلوهم مع بعض. تقدر تقول اي 1 تجيب قيمته وهو يبقى اي 1 كابيتال هنا، واي 2 هيبقى هو اي 2، واي 3 هنا هيبقى اي 1 ناقص اي 2. يبقى انا لو جبت اي 1 واي 2 اللي انا فارضهم يبقى بسهوله جدا اقدر اجيب تيار البرانشات كلها. في مشكله يا شباب؟ معلش يا دكتور تاني، بس بنجيبها ازاي تاني؟ بتعمل كيرشوف فولتج لو للدايره عادي. كيرشوف فولتج لو للدايره ازاي؟ ان سميشن الفي يساوي سميشن الاي في الار. سميشن الفي هتشوف راس السهم خارج منين من البطاريه، لو خارج من الموجب يبقى موجب، لو خارج من السالب يبقى سالب، يساوي سميشن الاي في الار. هات كل مقاومه في الدايره واضربها في طياره. ماشي، لو جينا في المش الاولانيه هنضرب ار 1 في ار 1 وهنضرب ار 3 في طيارها اللي هو اي 1 ناقص اي 2. فبالتالي تطلع المعادله في 1 بتساوي ار 1 اي 1 زائد ار 2 في اي 1 ناقص اي 2. لو قعدت ترتيب المعادله بحيث الاي 1 يبقى لوحده والاي 2 يبقى لوحده لان هم دول المجاهيل بالنسبه لك، هتلاحظ ان اي 1 مضروب في تيار مقاومات المش كلها اللي هي ار 1 وار 3، وار 3 مضروبه في سالب تيار المش البعيد. طب لو احنا نطبق ده على مش 2 هيبقى سميشن الفي يساوي سميشن الاي في الار، راس السهم خارج من سالب البطاريه هيبقى سالب في 2 هتساوي التيار ار 2 في اي 2 وار 3 مضروب في اي 2 ناقص اي 1. الله، انت خدت ليه اي 2 ناقص اي 1؟ لان احنا اتفقنا ان احنا بنغلب تيار المش اللي احنا موجودين فيه.
ماشي. بعد كده هنعيد ترتيب الدائرة بحيث نخلي اي واحد واي اتنين لوحدهم عشان دول المجهولين بالنسبة لي. فهلاحظ ان اي اتنين اتضرب في مجموع مقاومات البرانش واي واحد اتضرب في سالب المقاومة المشتركة. بس هعد له سؤال يا شباب. يا شباب تمام يا دكتور. الملاحظة الأولانية لما جينا نشتغل أول حاجة لما نيجي نشتغل على البرانش ده مش طبعا هنقصين المشز فهنلاقيهم اتنين وهنعمل طيارات عكس عقارب الساعة ماشي. لما نيجي هنا راس السهم خارج من موجب البطارية دي وخارج من سالب البطارية دي فيبقى سميشن الفي اللي هو 15 ناقص 10 يساوي 5 اي 1 زائد 10 اي 1 ناقص اي 2. هتبقى دي المعادلات هرتبها هتبقى بالشكل ده ماشي. طيب المشي الثانية راس السهم خارج من موجب البطارية فهيبقى 10. بعد كده 10 هتضرب في اي 2 ماينس اي 1 6 هتضرب في اي 2 4 هتضرب في اي 2 وهعيد تبسيط المعادلات برضه هيبقى معادلتين في مجهولين. يبقى اذا اول ملاحظة اطلع منها من الطريقة دي ان عدد المشز يساوي عدد اللوب عدد سوري عدد المشز يساوي عدد الايكويشن. يبقى الطريقة دي عدد المعادلات يساوي عدد الايه المش. طيب الملاحظة الثانية لو انا عندي current source موجود في المش بشكل منفصل زي المش 2 دي هل في داعي ان انا اكتب معادلة الاي 2 هو اي 2 مباشرة هو سالب 5 ولو كان ال current source ده اتجاهه لتحت كان يبقى اي 2 هو الخمسة. يبقى اذا في حالة وجود current source موجود داخل المش بيبقى طيار السورس هو طيار المش مش. يبقى انا كده بقلل عدد المعادلات لواحد يعني مثلا المفروض دول اتنين مش يبقى انا عندي معادلتين مع وجود الكارنت سورس دول يبقى اذا هي معادله واحده. طيب الملاحظه الثالثه لو عندي الكارنت سورس دول محصور بين اتنين مش يعني دول المفروض الدائره اللي قدامي دي ثلاثه مش واحد ومش اتنين ومش ثلاثه صح. لما هاجي المش واحد واثنين هلاحظ ان في كارنت سورس محصور بينهم ده هسميه سوبر مش. طب السوبر مش دي تبقى عباره عن ايه؟ نفس اللي عملته في السوبر نود. اول حاجه طيار الاثنين مش طبعا انا فرض الطيارين مع بعض في نفس الاتجاه فيبقى حاصل طرح الطيارين يساوي طيار الكارنت سورس. دي المعادله الاولانيه. المعادله الثانيه ان انا اشيل الكارنت سورس واعمل مش او كيرش فولتج لو للدايره بقى ازاي اللي هي مش 2 و3 هتبقى هنا راس السهم هنا خارج منين من موجب البطاريه وراس السهم هنا خارج منين من سالب البطاريه فتبقى 100 ناقص 50 اهي 100 ناقص 50. نمشي هنا 3 التيار اللي ماشي في المقاومه 3 كام اي 1 ناقص اي 3. طب المقاومه 2 اي 2 ماينص اي 3. طب المقاومه 4 اي 2. طب المقاومه 6 اي 1. هتاني كاتب المعادله تاني هتصفي المقاومات هيطلع 50 بتساوي 9 اي 1 زائد اي 2 ناقص 5 اي 3. طبعا المعادله الاولانيه هي عباره عن اي 2 ماينص اي 1 يساوي 5. يبقى في حاله السوبر مش ايه هي السوبر مش؟ ان انا الاقي كارنت سورس موجود بين تو مشز. في حاله السوبر مش ده اعمل ايه؟ بكتب المعادله الاولانيه فرق التيارات المشز يساوي قيمه الكارنت سورس. المعادله الثانيه بعملها كانها مش واحده فبالتالي بسهل على نفسي. باجي على المش الثالثه بكتب معادلتها. المش الثالثه هنا معادلتها عباره عن ايه؟ مفيش اي فولت سورس فهيبقى زيرو يساوي مقاومه 10 فيها اي 3 مقاومه 2 فيها اي 3 ناقص اي 2 مقاومه 3 فيها اي 3 ماينص اي 1. ماشي يا شباب؟ حد ليه سؤال؟
طب يا دكتور في الإكويشن 1 أنا لو عملتها I1 نيجاتيف الـ I2 إكوال 5 عادي ولا؟ لا هو أنت بتشوف الموجب، الموجب مع I2 ولا مع I1؟ يعني الغاص السهم بتاع السورس مع I2. خلاص يبقى I2 هو كبير. تمام. لو أنت عايز تعمل I1 ماينس I2 هتحط سالب 5، أنت كده هتلخبط نفسك. فأنت شوف الطيار اللي ماشي، ابتدي باللي ماشي مع غاص السهم بتاع السورس واطرح منه العكسه يساوي قيمة السورس. يبقى احنا كده خدنا ثلاث ملاحظات في المش. الملاحظة الأولانية ان عدد المش هو عدد المعادلات. الملاحظة الثانية لو في كارنت سورس موجود في مش لوحده يبقى قيمة طيار المش هي قيمة السورس مع معاد طبعا الإشارة. ثالث ملاحظة اللي هي السوبر مش، لو في مش محصور، لو في كارنت سورس محصور باثنين مش بكتب معادلتين، معادلة طيار فرق طيارين المشز يساوي قيمة الكرنت سورس، والمعادلة الثانية ان انا بعمل مش كبيرة اكتب المعادلة بتاعتها. ماشي؟ طيب لو دايرة زي دي بقى، دايرتين زي دي، ناخد الدايرة دي الاول. الدايرة دي فيها كم؟ لو حللناها بالمش كرنت ميثود او المش كرنت تكنيك هطلع كم معادلة؟ معادلتين. ادي مش ودي مش ودي مش، يعني ثلاثة مش، يبقى ثلاث معادلات. بس في هنا عندي مش متصلة، عندي current source موجود في المش فهيوفرني في المعادلات فهيبقوا معادلتين اثنين بس. طيب لو عملت الطريقة دي نود voltage method يبقى كم معادلة؟ مش احنا لسه واخدين نود voltage technique؟ واحدة. عندك كم essential node؟ ثلاثة كده. يا راجل أربعة. أدي واحدة اهي ودي واحدة اهي ودي واحدة اهي ودي واحدة اهي. الله، أنت خدت اللي تحت واحدة واحدة، ليه مش واحدة ليه؟ لأن في مقاومة هنا، عشان في مقاومة ما بقتش سلكة. فأنت عندك أربعة essential node يعملوا لك كم معادلة؟ ثلاثة. والمش كارنت تكنيك عامله لك كم معادله؟ ثلاثة. واحد يا راجل، مش احنا اتفقنا ان الكارنت سورس ده هيقلل المعادلات المش؟ يبقى اتنين اتنين، صح اتنين. يبقى المش مدياني معادلتين والنود مدياني ثلاثة. يبقى انا ما اجيب لك مسألة زي دي واقول لك حلها بالطريقة اللي انت عايزها، يبقى الاسهل تحلها بالايه؟ مش بالمش، لانك فيك عدد معادلات اقل. طيب انا كده مش محتاج اقول لك حلها بطريقه ايه، لانك انت المفترض بتختبر الدايره قبل ما تبدا الحل بالاسلوب ده. شوف عدد المشز يساوي عدد المعادلات، بعد كده تبص في كارنت سورس متصل باحد المش عشان اقلل المعادلات، وتشوف عدد الاسينشال نود يبقى عدد الاسينشال نود ناقص واحد عدد المعادلات، وتشوف في فولت السورس متصل مباشره بالاسينشال نود عشان تقلل عدد المعادلات. وبناء على الاختبار البسيط اللي انت بتعمله في الاول ده بتحدد. طب الدايره اللي فوق دي لو هنحلها مش أربعة، كم معادلة؟ ثلاث معادلات. ثلاث معادلات. طب لو حلها essential node سوري node voltage ميثود ثلاثة برضه يا راجل. عندك كم essential node؟ عندك أربعة essential node صح؟ يعني ثلاث معادلات بس. عندك حالة خاصة اهي، لو خدت ده الريفرنس مش يبقى جهد النقطة دي 10 على طول؟ يا شباب عدد المعادلات في النود فولتج ميسو دي 2 وفي الكارنت ميسو 3، يبقى انت معادلة الدائرة دي حلها نود ولا مش؟ هتبقى نود اسهل بس لو حليتها مش غلط. يعني بصوا انا كده وضحت لك الدايرتين دول ان هي الاسهل تشتغل نود ولا مش، انت حر هتشتغل اي طريقه، وانا ما اقدرش على انك انت اشتغلت بطريقه اطول من الامتحان. يعني اكيد وانا حاطط الامتحان وحاطط زمنه انا عارف ان انت هتحل بالطريقه الاسهل. ماشي؟
طيب هنا بقى انا بتكلم هنا كلام بقى نظري على انت بتختار بناء عليه. احنا قلنا اثناء الشرح بتحتاج بتختار بناء على عدد المعادلات وانت عايز ايه اصلا، انت عايز كارنت ولا فولتج، وبدات ارسم مجموعه من الدوائر. دايره زي دي نحلها مش ولا نود؟ طب لو هنحلها مش واحده واحده، في كم مش عندنا؟ ادي 1 2 3 4 5 6 7 كده، يبقى عندي 7 مشز بسبع معادلات صح. لكن ده انا عندي كارنت سورس هنا هيقلل لي، وهنا هيقلل لي، وهنا هيقلل لي، ده مش هيقلل لي، فبالتالي هيبقى 4 معادلات بس. يبقى هم 7 مشز. مش ازاي المش تاني عديته ازاي؟ ادي 1 مش 1 مش 2 مش 3 مش 4 مش 5 6 7 تماما. دي طيارها معروف والمش دي طيارها معروف والمش دي طيارها معروف، يبقى بالتالي السبع معادلات هيبقوا 4 بس. ماشي. طب عدد الاسينشال نود ادي واحده اهي، 1 2 3 4 ودول كلهم تحت 5، يبقى عدد المعادلات كام؟ 4. يبقى سواء اشتغلت مش او اشتغلت نود 4 معادلات. يبقى تشوف انت عايز ايه بقى. نفترض ان هو عايز التيار في البرانش ده، يبقى حد بقى اشتغل كارنت مش كارنت وخلاص. نفترض ان هو عايز الجهد هنا، لا اشتغل نود بقى وخلاص، لان عدد المعادلات هنا زي عدد المعادلات هنا خلاص مش فارقه. ماشي. طب الدايره دي هو بيحدد اصلا يا دكتور انا بشتغل عادي؟ ممكن احدد لك وممكن اسيب لك الطريق مفتوح، بس انا بكلمك ان الكلام ده فيما بعد حتى كمان، لان موضوع النود والمش ده حاجات هتكمل معاك بعد كده كمهندس عادي. فانت اختيارك لطريقه تحليل الدايره نقول اسهل بالنسبه لك. دايره زي دي نشتغل مش ولا 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 نود فولتج؟ فيها كم مش الدايره دي؟ 1 2 3 4 5. مفيش اي كارنت سورس، فهم 5 معادلات. طب لو هنشتغل اسينشال نود ادي 1 2 3 4 5 6، يبقى دول كم معادله؟ 5 معادلات صح؟ لان دول 6 اسينشال نود، 6 اسينشال نود يعني 5 معادلات. لكن عندك هنا الاخ ده متصل باسينشال نود اهي، ده مش 6 ده اكتر يا جماعه. ادي 1 2 3 4 5 6 واللي هنا تحت 7، ما حسبناش اللي تحت، يبقى كده 6 معادلات. وهتشيل منهم الستة فولت دي كمان، لان دي هتبقى حاله خاصه، فيبقوا 5 معادلات. يبقى انت اشتغلت مش 5 معادلات، اشتغلت نود 5 معادلات، مش فارقه. امتى تفرق لو انا شلت المقاومه ال 3 اوم دي؟ ايه اللي هيحصل لو شلت المقاومه ال 3 اوم؟ حد يقدر يقول لي؟ هيبقى 3 معادلات في النود. ايوه ال 12 دي هتتصل مباشره بالاسينشال نود دي، فعدد معادلات النود هيقل. ماشي. يبقى الدايرتين الكبار ده هم الدايره دي والدايره دي، مش فارق تشتغل بانهي طريقه. ماشي يا شباب، حد له سؤال؟ يا شباب تمام يا دكتور. حد له تعليق على حاجة؟ حد عايز يسأل على حاجة؟ معلش يا دكتور، بتاعت لما نشيل التلاتة أوم دي هي المقاومة التلاتة. انت لو شلت التلاتة أوم دي يا باشمهندس هتبقى الاسينشال نود دي جهدها معروف هي ال 12، والاسينشال نود دي جهدها معروف هي ال 6، يبقى اللي هيفضل لك دي ادي 1 2 3 4، هيبقى عندك 4 معادلات بس. تمام. انت قللت عدد المعادلات.
تمام يا شباب، حد له سؤال؟ هو احنا كده شيت واحد اول مساله عباره عن اربع مسائل في بعض، فاحنا المفروض كده حلينا بتاع اول اربع مسائل، اول مساله يعني الشرح اللي احنا قلناه يحل اول اربع او اول مساله اللي فيها اربع مسائل. ماشي، انا عايزكم المسائل اللي انا ما حليتهاش وسايبها في المحاضره اقل حاجه تقول لي انهي طريقه المفضله بالنسبه لك. يعني تمسك ورقه او قلم بعد المحاضره كده مذكرتك للمحاضره انك تحاول تحل الدوائر دي. ماشي يا شباب؟ تمام. حتى عنده سؤال؟ تمام. حضرتك اخدت جنب دكتور ولا لا؟ انا قلنا قبل كده ان هو تيمز ده بينزل اتندنس شيت، فكده كده انا دخلت الساعه 10 ولا كده مش فارق معايا، انا باخد حاله يعني انا حاله. معلش حضرتك، وانا اتفضل حضرتك، وانا جروب 21 انا كده مع حضرتك، وعشان انا كنت في الاول بيقولوا من 21 ل 24 دكتور ابتسام، بس هي النهارده ما فتحتش اونلاين فقالوا لي المحاضره دي بدلها. بس انا 21 مش معايا يا باشمهندس بتاعي. دكتور ابتسام النهارده ما عملتش محاضره، فانا المفروض اتواصل معاه ازاي؟ بس انا يا باشمهندس اللي اعرفه ان انا، هل انا 21 معايا؟ انا والله من كتر المجموعات دي نسيت يعني، بس انا مش متذكر ان 21 معايا، يعني ان انا اللي معايا 23 و24 اعتقد. طب حضرتك يا دكتور انا محول، ينفع احضر محاضرتك واحضر سيكشن عادي تاني؟ يعني احضر سيكشن 21؟ بالنسبه لي انا يا باشمهندس انا اللي معايا جروب 3 و4 و23 و24 و25 و26 و27 و28 و30 و31 دول اللي معايا. تحضر معايا على عيني، احضر فوق راسي مفيش مشكله، لكن بالنسبه لدرجات السنه واعمال السنه والحضور والكلام من ده انت اكيد مع الدكتور اللي انت نازل معاه. انت فاهمني؟ انا مش نازل مع حد دكتور، يعني انا بنزل مع اي حد عادي. بس يعني هم ادوك الاختيار في ده؟ نعم؟ يعني انت في المعهد في القسم يعني قلت لهم انا هحضر مع اي حد؟ اقول لك احضر مع اي حد؟ اي فاكر ان انا بخش في اي تيم وبقول له ان انا هبقى معاك على حسب المواعيد اللي مترتبه معايا بس. يعني ده هم ابروفد على كده هناك في المعهد؟ المحاولين المحاولين يا دكتور بيبقى حاله خاصه يعني بيختاروا يعني عادي، بس لازم يكونوا معرفين المعهد يعني. يعني مثلا لو مع دكتور محمد عناني بيعرفوا. بس خلي بالك يا باشمهندس انا باجي في الاخر وانا بسلم اعمال السنه عشان تبقى انت الرؤيه واضحه بالنسبه لي، بيجي لي شيت من المعهد فيه اسماء الناس اللي معايا اللي حط لهم اعمال السنه، فهمتني؟ فانا بالتالي انا ممكن يجي لي شيت في الاخر اسمك مش فيه، بس ده اللي انا اقصده. هو الباشمهندس المفروض بقى يكون عامل تنسيق مع المعهد، عشان افترض ان انت تسجل يعني يبقى في حاجه تؤكد ان انت بتحضر معايا. انا بالنسبه لي ما فيش مشكله، لكن هي القصه في الاخر، لان كان في واحد زميلكم حصلت معايا المشكله دي كان بيحضر معايا وتمام.